كما شارك سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة في مباحثات المائدة المستديرة التي صادفتها غرفة التجارة الامريكية وهدفت المباحثات لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين اذ تم استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين وبحث سبل تطويرها وتعزيزها